قال واحد من بني أمية لا يرحمه الله متشفيا في صلبهم زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنهم: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم أر مهديا على الجذع يصلب، وقستم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان خير من علي وأطيب. فبلغ قوله جعفر الصادق رضي الله عنه فرفع يديه إلى السماء وهما ترتعشان، وقال: اللهم إن كان عبدك كاذبا فسلط عليه كلبا من كلابك. فبعثه بنو أمية إلى الكوفة، فبينما هو يدور في سككها إذ افترسه أسد، واتصل خبره بجعفر فخر لله ساجدا وقال: الحمد لله الذي أنجزنا ما وعدنا. وقد كان بنو أمية قد صلبوا زيدا عريانا، فنسجت العنكبوت على عورته فغطتها.